السلام عليكم أعزائنا المتابعين. إحصائيات القناة تقول إن 1% فقط من المتابعين مشتركين بالقناة، وهذا أمر محبط للغاية. أعزائنا المتابعين، الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة، لكن سيدعمنا كثيرا. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أمل حياتي الكرام. الفيديو النهاردة عن شجرة تعالج جميع أمراض الجلدية، وهي شجرة منتشرة في جميع المناطق الصحراوية، شجرة معمرة مستديمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، وتوجد في معظم المناطق الرملية ذات المناخ الحار، ولها العديد من الأسماء مثل شجرة الجن أو شجرة العش أو شجرة العشار أو عشكار أو عشور أو عشير أو بيض العش أو بيض الجمل. شجرة تسمى في الصعيد بالعطمة، العطمة، وهي موجودة في أماكن مهجورة وعلى شريط السكك الحديدية. وهذه شكل الشجرة، تعالج البهاق، تعالج الكلف، تعالج النمش، تعالج الصدفية، تعالج الإكزيما، تعالج مسمار القدم، أي مشكلة جلدية بتعالجها. وفي بعض الناس بيقول ان هذه الشجرة سامة، كيف انها سامة؟ وتجدون في هذا المقطع مقطع يدل على ان الحيوانات تأكل الاوراق والاغصان. ثانيا، توجد سيدة عراقية قامت بتوضيح هذه المعلومة واخذت من لبن هذه الشجرة وضعتها في فمها. النقطة الثالثة، ان النحل بتغذى على رحيق الأزهار هذه، وأوريكم برضو جزء من المقطع والنحل يتغذى عليه. طبعا احنا سيبنا من الموضوع ده، ان هي بتعالج الأمراض الجلدية. طيب يعني هي طريقة سهلة وبسيطة ونتائجها والله العظيم مضمونة. الثعلبة، البهاق، النمش، الكلف، الصدفية، أي مشكلة جلدية علاجها في هذه الشجرة. طريقة الاستخدام، هنغسل الجزء المصاب جيدا بالماء والصابون ونجففه، فنقوم بقص ورقة أو غصن من هذه الشجرة بهذه الطريقة. سوف ينزل سائل لبني، هذا السائل اللبني هو المستخدم في العلاج. زي ما حضركم شايفين هذا السائل اللبني، وادهن بالمنطقة المصابة. بهذه الطريقة، ولو كان في دمل أو خراج لو وضعت عليه هذه السائل اللبني سوف يشفى بإذن الله تعالى. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك اشتراك القناة فضلا وليس أمرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله. سامة مثلا أو لا 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 سامة أنا وضعت عندنا بنية صغيرة
كما تشاهدون هذه هي شجرة الجن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.